صحيح يا احمد، يمكن كمان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث امس عن فكره ربط كل المشروعات ببعض واهميتها في تحسين جوده معيشه المواطن. يعني في تكامل ما بين المدن السكنيه الجديده والطرق والكباري، ايضا المواصلات، حتى المشروعات التنمويه اللي موجوده في جميع انحاء مصر عشان نخف من هذا التكدس. ما ينفعش نخف هذا التكدس فقط بان احنا يكون في عندنا مواصلات او طرق فقط، ما ينفعش ان احنا يكون عندنا فقط مدن جديده. ده طبعا غير ربط كل المؤسسات كمان بربط رقمي عشان كمان كل المواطنين في كل الاماكن تقدر ان هي تحصل على كل الخدمات اللي هي محتاجه فيها. منظومه النقل الذكي بالظبط، هي كلها الحقيقه منظومه يعني مرتبطه ببعض. يمكن زي ما كان بيتكلم احمد في النهايه، الاستراتيجيه دي الحقيقه بتهدف لشيء واحد، هو تحسين جوده معيشه المواطن المصري. يعني على سبيل المثال، مثلا لو اتكلمنا ليه الدوله مهتمه بفكره المدن الجديده، لانه ببساطه في وقت سابق خبراء التنميه العمرانيه قالوا انه ما ينفعش يكون في تكدس في القاهره بهذا الشكل. ليه ما ينفعش يكون في تكدس في القاهره بهذا الشكل؟ لانه نسبه البناء في القاهره كانت حوالي 70% و20% فقط، يعني هي دي الطرق، فبالتالي ما عادش في مساحه للناس انها تقدر تتنفس. وزير الاسكان دكتور عاصم الجزار قال امبارح انه هيئه التعاون الدولي اليابانيه الجايكا قالت ان القاهره لو استمرت على كده لحد سنه 2030 هتتحول لمدينه صماء، ومعدل السرعه على الطرق هتوصل لاقل من 10 كيلو في الساعه. طبعا يعني ده هيؤدي انه هتبقى القاهره بيئه غير مناسبه للحياه او للشغل. من هنا جه خيار الدولة ونحو التوسعات العمرانية الكتير الحقيقة اللي بنشوفها. 8 مدن جديدة تم إنشاؤهم في السبع سنين اللي فاتوا، ده غير العاصمة الإدارية اللي المفترض إنها تستوعب لوحدها حوالي 6,500,000 نسمة. عشان كده شايفين دايما اهتمام كبير من الدولة بإنها توفر مساكن جديدة في كل المدن تناسب كل شرائح المجتمع، من أول الإسكان الاجتماعي، سكن مصر، دار مصر، لحد كمان إسكان متميز فيه مشروع جنة. ده غير المشروعات بقى الاستثمارية اللي بنشوفها. خلينا نبص ليها كده بصيغة أو بصورة أكبر، وأنا بقى عن نفسي يعني بنحاز للغة الأرقام الحقيقة. يعني خلينا نشوف جهود سبع سنين تعادل تقريبا كام سنة من اللي فاتوا. جهود سبع سنين اللي فاتوا تعادل 38 سنة. ده ازاي؟ خليني اوضحها لحضراتكم بالارقام. انجازات الدولة نحو سكن لائق للمصريين من 1967 ل 2005 عندنا 1,200,000 وحدة سكنية، يعني متوسط التنفيذ تقريبا 42,000 وحدة سكنية من 1967 ل 2005، دول 38 سنة. طب خلينا نمشي قدام شوية، من 2005 ل 2013 383,000 وحدة سكنية، يعني متوسط التنفيذ سنويا 48,000 وحدة سكنية. طيب نبص بقى من 2015 ل 2021 السبع سنين دول، هنلاقي 1,500,000 وحدة سكنية، يعني متوسط التنفيذ سنويا 225,000 وحدة سكنية. ده مع معدل تنفيذ إعجازي زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. الحقيقة إنه صحيح كل دي جهود مهمة جدا ومحترمة جدا وتقدر، لكن كمان هناك بطل آخر وهو بطل التوقيت. قدرنا نعمل ده في قد إيه يا أحمد؟ يتخللهم من السبع سنين دول سنتين كورونا، سنتين فيروس كورونا، العالم كله كان منشغل بفكرة إنه إزاي يقدر يؤمن احتياجاته، يؤمن الأدوية، إزاي يقدر يطور القطاع الطبي والصحي، إزاي يقدر يؤمن اللقاحات وما إلى ذلك. قدرنا نعمل ده بالتوازي مع أن احنا قدرنا نأمن احتياجاتنا تحديدا في السنتين الخاصة بالكورونا دي يا جمانة. ولو نتذكر مع السادة المشاهدين، كان الكل متوقف إلا قطاع التعمير والتشييد، كان في التزام بالإجراءات الاحترازية، وكان في ضرورة استكمال يعني ما تم البدء فيه لسبب واحد، ألا وهو فكرة توفير قوت يوم العمالة غير المنتظمة تحديدا، اللي كان فيه ليها كمان صرف معونة تقدر اللي هي يعني تخليهم يكملوا مشقة هذه الحياة أثناء الجائحة، وتحملت الدولة ده. لكن لفت نظري قوي وانت بتتكلمي على الأحصائيات، يعني بشكرك طبعا على العمل الإحصائي البياني ده، لكن الفكرة كلها ان أثناء تنفيذ المشروعات الخاصة بالإسكان وتحديدا العشوائيات، لان احنا كان عندنا استراتيجية حطتها الدولة وهي مصر خالية من الأماكن
الأماكن غير الآمنة والعشوائية. والحمد لله قدرنا نقضي في وقت قياسي على نسبة كبيرة جداً تكاد تكون انتهت وتلاشت الأماكن غير الآمنة، وأصبحت يعني كل الإسكان المتواجد حالياً آمن ويليق بحياة كل مواطن بيعيش في كل يعني شبر من الأراضي المصرية. لكن أثناء البداية دايماً بتكون البداية فيها نوع من أنواع الصعوبة. يمكن أنا بتذكر أثناء زيارتي لروضة السيدة اللي هي كانت تل العقارب في الماضي، كانت منطقة خطرة جداً، منطقة مهددة جداً لحياة كل من يقطن فيها، لكن كان في خوف من الأهالي بعدم رجوعهم لهذه المنازل مرة أخرى أو هذه المنطقة مرة أخرى بعد إعادة تطويرها وبنائها. مش بس السكان اللي موجودين في تل العقارب اللي كانوا خايفين إن هم يرجعوا اللي بقوا فخورين، لأ، الأهالي اللي حواليهم وطلبوا قدامي من القائمين على تنفيذ هذا المشروع بفكرة تطوير منازلهم، إحنا كمان عاوزين منازل شبه المنازل دي. ليه؟ لأن ما يحدث على الأراضي المصرية هو في نوع من أنواع يعني توفير حياة لائقة وحياة كريمة تليق بحياة كل مواطن مصري. مش فكرة بس اللي أنا بطور وبعمل بنايات أو تكتلات سكنية وخلاص، لأ، أنا بعمل حاجة تضاهي يعني المعايير العالمية زي ما قلنا، وفي نفس الوقت بتراعي الهوية الخاصة بكل منطقة. لو هنا بنتكلم على السيدة زينب فبنتكلم على القاهرة الخدوية القديمة. انزلوا وشوفوا، أدعوكوا لزيارة هذا المكان تحديداً وشوفوا الطابع المعماري الخاص بالمكان ده وغيرها بقى طبعاً من الأماكن الأخرى. يا جماعة بنتكلم على روضة زي ما قلنا تل العقارب، بنتكلم على المحروسة واحد، بنتكلم على المحروسة اثنين، بنتكلم على غيط العنب، غيرها من الأماكن. يمكن آخرها كان بديل الإسكان الآمن اللي موجود فيه أو الغير آمن اللي موجود في أكتوبر اللي تم افتتاحه أيضاً يعني في نهاية العام الماضي. أماكن كتيرة قوي تدعو للفخر، تدعو للشرف طبعاً يعني عندنا النهاردة. صحيح زي ما قال كمان سيادة الرئيس أنه كل مواطن بيعوض كما يشاء. صحيح. اللي بيختار شقق، اللي بيختار تعويض مادي، ده غير كمان الورش وأماكن العمل اللي بتكون موجودة في الأماكن دي اللي بيتم كمان إعادة تأهيلها أو بيتم كمان توفير أماكن أخرى تكون بجانب محل سكنهم. زي ما احنا متعودين، احنا دايما عارفين انه يمكن في المناطق الشعبية او المناطق البسيطة دايما بتكون الورشة جنب البيت، كل حاجة بتكون جنب بعض، امننا نفس برضو نمط الحياة الحقيقة. صحيح. في كل الاماكن، لو بصينا بقى للصعيد، لو بصينا لريف مصر، لو بصينا لسينا، لو بصينا في خطة استراتيجية الحقيقة يعني غطت مصر كلها بنفس الكفاءة بنفس التميز. الحقيقة مشينا في يعني في كل الاتجاهات بنفس القوة، ومرة تانية ونرضي تاني عامل التوقيت. صحيح. والظروف العالمية اللي اتحطينا فيها، والحقيقة اختبرت كمان خطتنا الاستباقية والخطة والاستراتيجية اللي الدولة كانت بتسير عليها، وأثبتت صحتها وأثبتت دقتها وأثبتت بعد نظر القائمين عليها. صحيح. مرة تانية صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.